علي ربي بملكه اني عتبانه عليكم عتب هالسمك سمكه، وبصراحه لو ما كنتوا رفقاتي وخلاني ما بستنضف حاكيكم بلساني. خير، ليش عم تحكي هيك يا ربيعه؟ يعني بعد ما فتنا لبيتك بدك تستفردينا وتحكي اشكال والوان وتتمقطعي فينا؟ انه هيك بتعملوا فيي يا منظومات؟ شو عملنا معك لا سمح الله؟ يعني كنتوا على الطالعه والناس بتشقوا علي، ويا من تراكم حايسين بين ايدي، بس هلا زبلتوني على غفله زبله الكلاب، وكانه الصحبه الغميقه اللي بيناتنا ما لها حساب. شو هالحكي يا ربيعه؟ فعلا ملافظك صايره شنيعه. معلوم بدي احكي هيك لاني مقروصه واخده على خاطري وزعلانه، ولو ما كنت على صحبتكم حريصه ما بزعل ولا بعتب ولا شياني، بس انتوا رفقاتي وحبيباتي ومن عض من رقبه والي حق عليكم، وهالعشره اللي بيناتنا مو لعبه. بس شو بدي احكي، الله يصطفل فيكم ويجازيكم. الحق معك يا ربيعه، نحن المقصرين ومنك السمح. وانا عن نفسي بتمنى تطلعي للي جايه وتنسي اللي راح. بسيطة، الأيام بيناتنا، بس قبل كل شيء بدي أسألكم سؤال صغير. تفضلي. أنتوا مرتاحين ببيوتكم؟ لأنه راحة البال مكسب ورسمال، الراحة بتخلي الإنسان سعيد، والهم بيخليه معتر وحيد، اسألوني إلي ولا تروحوا لبعيد. ولك آخ يا ربيعة آخ، منين الراحة يا حسرة؟ وأنتي يا أنعام؟ ما في راحة بالمرة. والحق على مين يا ترى؟ شلونك انت وجوزك يا انعام؟ عيشتي معه مره وحياتي زخام. وانت يا سميحه شلونك بعد وفاه جوزك المرحوم؟ خليها لالله، تعبانه ومرمره والحياه هارستني هرس مثل الزيتونه بالمعصره. وما انه جوزي توفى، بس حتى بعد وفاته ساوى عيشتي مثل قفا الطنجره. شكيتن لواحد احد يلي لا يعلى على جلاله احد. حتى انتي يا ربيعه؟ نعم يا حبيباتي نعم، حياتي مع جوزي عدم، حياتي معه فظيعه، ولو بتنباع بقشره بصل ببيعه. ها لكن هذا السبب اللي خلانا نحن نتفشش بحالنا. احسنتي يا انعام، كل الحق على رجالنا. لك طبعا، لانه لو كان جوزي منيح ما كان زاد علي همي، بس الله يصلحه عم يعاملني بالقبيح وما في شيء منه دخانه بيعمي، ولهالسبب ضاقت خلاقي، ويا من تراني منزوع مرائي، وعلى طول ما الطبوزي قدامي شبر، والهم بصدري عم يعصرني عصر. وانا هيك يا جماعه، يعني مع انه جوزي توفى والتحش بالمقبره، بس ساواني بعد وفاته للناس مسخره. وبصراحه ما عاد عندي لا مسامحه ولا غفران ولا مغفره، وصرت خانق دبان وشي، والله يعيني اللي بيوقف بوشي. وكل الحق على المرحوم يلي لا بحياته تهنيت ولا ما مات انسريت. صدق اللي قال يا مآمنة بالرجال يا مآمنة بالمي بالغربال، هنن بيفلتوا على كيفهم وبعد هالشي بدهم يانا نضرب بسيفهم. لك يضرب هالسيف شو متلم، يعني لو ضربتي باللبان ما علم. جنس يا لطيف تلطف فينا، مهما سايرناهم ودللناهم ما في خواص، بدهم يغدروا فينا. لا وشو بقول لحالي، معلش يا بنت هذا جوزك ولازم تصبري على طبعه، يعني قد ما كان انت بالنتيجه طالعه من ضلعه. طالعه من ضلعه، ريته يطلع بلعه. لا ويا ريت في خير بيطلع من رجال عباس، هذا هو عين المحال. كانك عم تطل بدهن اللوز من شحم الجمال. ولك يخرب بيتهم وبيت بيتهم، فكرن إذا تجوزونا وسترونا ببيتهم ولحسونا زيتهم رح نستقوي عليهم نستوطي حيطهم. ليش العيب فينا ولا فيهم؟ والله يا جماعة والله، وهي بكسر الهاء، أنا قبل ما يلعب جوزي أبو حامد بديله كنت قطة مغمضة، ويا من تراني عم بدعيله، ومثل ما بتعرفوا المرة كمان إلى رضا وغضب، مو بس خدامة بالبيت للمسح والفرشة وزق الحطاب. طبعا يا ربيعة، هي والله دعوة المرة المظلومة أبشع من تبلي الحكومة. لا وشو قال لما كنت في أنا من النوم الصبح في فرحانة ومنشطة، وأقعد قدام جوزي مغندرة ومنشطة، وبيني وبينكم أنا عندي اللزوم حركة ونغشة ومقطقطة. لك ليش لا، شو المانع، نفسيتي مرتاحة وجوزي إلي، أقعد قدامه على الطراحة وغني له يا هويدلك يا هويدلي. بس هلأ بعد ما لعب بديله هالمغضوب كل شي صار بالمقلوب، وصارت عيشتي صخام وجسمي بلش يدوب، وما عاد لي نفس مد ايدي على غراض وعشعش بعظامي المرض.
وبمجرد ما بدا يتزعرن ويتنورن انا بديت اتجائر واتحيوان. بالعكس صرت قدامه جنيه بعد ما كنت هادي ورزينه. ومعلومكم مو كل الجن بيطلعوا من القنينه. ونكايا فيه اهملت حالي ونكشت شعري وصرت مثل الجربوعه، يعني اذا شفتيني بتقولي هي طالعه من البلوعه. الحق بايدي لانه ما بيلبق لهم الدلال والغندره، وبتشط ريالتهم اول ما بيسمعوا كعب كندره. والله كانه عم تحكي علي ربيعه، لانه ياما فكرت من غيظي من جوزي ايش الفو بشفت الزريعه، وبعد ما كنت شوفه بعيني جميل وحلو صرت قولي خرب بيته ما اسالوه. طيب يا جماعه، طالما كلياتنا بالهم سوا وبالمعلقه اكلين هوا، شو رايكم كل وحده فينا تحكي قصتها؟ بلكي يعني بالحكي والبوح بتخفف غصتها. قصدك نحكي عن جوازنا بقلم نشرح؟ شو عليه؟ احسن ما نقعد لحالنا نجمع ونطرح. ما في مانع، حاكم ابو حامد خلاني بلا احساس، وعينا تراني مسهمه وعم بضرب اخماس باسداس. اضرب عليكي، يعني كل ما كبرتي حليتي مثل الحبلاس. ايه والله يا انعام صدقتي، لكريته ما يبلى جمالك يا اختي. ايه بس شو الفايده؟ جمالي صار للكب وما عاد عندي هداك الميل، لا حب ولا انحب، وعمري عم يهوي بسرعه مثل الزير بقلب الجب. اخ شكيتك لله يا ابو حامد ورفعت للنبي المختار امرك، وان كنت قاصد تهيني ولا مو قاصد يعصوا الملائكه عليك جدران ابرك. مشان الله حبيبتي ربيعه، حاجه تفوري وتهمدي، واذا كان الغدر برجالك طبيعه اوعك منه تنعدي. ليكو التانية ليكو، شو المخلوقة ملايكة؟ رجالنا ما عادوا تحبك ورئتها تجيئون لهالكي. المهم يا جماعة، نحن هلأ حكينا بالمجمل وهلأ رح بلش بالتفصيل، وحتى ما الوحدة منا تسأل رح أروي القصة تمثيل، بس قبل كل شيء لازم نحلي ريقنا. لا والله وين قايمة؟ عندي كنافة مبرومة حاططة بالنملية بتقدينا حطة قومي جايبتها من الجزماتية. بتعرفي يا إنعام، كنت مفكرة بس المرحوم جوزي قاسي والشربة مطبوشة براسي، تاري الرجال صخام بصخام وهنن سبب المآسي. يسلموا ايديك يا ربيعة، مشان الله تتفضلوا بدون دعوة. ها انتوا مثل اهلي، صراحة كنت بدي ضيفكن قهوة بس لما تصالحنا جبت المحلي. بس يا ربيعة لا تخلينا نجلي بعد هالأكلة. ولا طعمينا ابره رفيعه وتطالعيها مسله. ايه هلا بلا سخافه ما رح اجليكم ولا صحن، انتوا التوهوا بالكنافه وطحنوا الفستق بدراسكم طحن، هذا فستق عاشوري مال حلب، لا ايراني ولا اشوري، انا ما بحب الجلب. لك يسلموا هالايدين طرايا كثير مثل الهليوم. ايه ستي من اولها. هذا يا مكسورات الخاطر، الله بعدي اسمه، مهنيني بجوزي، والناس حسدتني عليه وحسدته. هو حاطط خبزته على جبنتي وانا حاطه جبنتي على خبزته، وكانت ايامنا عم تكرش كرش مثل الطابه بقلب المرج، والخلاف البسيط كنا نحطه بالخرج. ومرت الايام وصار بطني لحلقي وحبلي صعب ما بقدر اوصفه، وقلقي يا بنت اذا بتلقي. وحتى احكي الحقيقه عن جوزي ونصفه، بعمره ما هزل لي بدني ولا طالع لي خلقي، ماشي معي على الصيرات، لا في خناق ولا في جعير ولا في عياط، بالعكس الزلمة طاير عقله فيني، ويا من تراعمي إلي زيديني حبا زيديني، وأنا كمان يا من تراني عم إله شلونك روحي شلونك سبلي شوية شفونك. غزالي غزالي طاب جرحي طاب، والقمر خلاني عيني بنص الليل وغاب، والقمر خلاني عيني بنص الليل وغاب. غزالي غزالي طاب جرحي طاب، والقمر خلاني عيني بنص الليل وغاب، والقمر خلاني عيني بنص الليل وغاب. ولك يسلم لي هالصوت يا ربيعة، يا أحلى صوت بسمعوا بها الطبيعة. بس يا حسرة بهالوقت ما في سميعة. الحق بإيدك لأنه صوتك جاي من المدينة مو من الضيعة، وأنا لو خيروني شغلك بشغلك يا مطربة يا مذيعة. فظاعة على جواباتك شو سريعة. المهم هلأ طمنيني شلونه الببو ببطنك، وإمتى رح أشوفه ملقح على حضنك؟ قريبا إن شاء الله، كلها كم أسبوع. إيه إن شاء الله تقومي بالهنا وتجيبي لنا هالضنا،
ويربى إن شاء الله بعزك ويرضع بإذن الله من الله يسمع من تمك ويديمك فوق راسي يا حمدي. بس بصراحة يا حمدي أنا مستتقلة كتير وعم بتعذب، وبخدمة هالبيت الكبير عم بتغلب، لأنه معلومة كل بيت بده كناسة وبده قلط وبده قيم وبده حط وبده مرة بسبع روح مثل القط. يا ستي الله يكرمني بعشر أولاد منك بين صبيان وبنات حتى ياخدوا كتف عنك ويعينوني بهالحياة. وبدك الحق يا ربيعة، مو مصدق امتى اشوف هالولد حتى يحمل اسمي ويكون لي سند، لأني انحرمت منه 20 سنة، والمسكينة اللي قبلك ما تركت وسيلة لحتى تحبل، بس صحتها ما ساعدتها وكل ما لا تدبل هيك لحتى الله يرحمها. شو جاب سيرتها هلأ؟ بس إذا كان هذا أول ولد إلي ونفسي ماله طالع، لكن شو بده يصير بحالي لما يهل الشهر التاسع؟ والله الحق بإيدك يا بنت الحلال، بيتنا كبير وبده ركض وخدامة، إيه هديار لحالة قد سوء الهال، بقى إذا اشتكيتي ما عليكي ملامة. وصدقيني يا ربيعة، يا ما حاطت حالي بمطرحك وخايف لا سمح الله تطرحي على غفلة أو التعب يصطحك، ومن فزعي وهلعي عليكي يا من تراني عم حذرك وانصحك. ما بتتذكري لما جبنا الخروف على العيد كيف ربطته بالحمام حتى ما ينطحك؟ بلا بتذكر. روح يا حمدي، إلهي لا يحرمني منك ومن لهفتك يا حق، ويخلي قلبي كل ما اطلعت فيني بنظرة يدق بصدري دق. هذا واجبي حبيبتي، واجبي قدامك وقدام ربي، وكتير عيب على شيبتي اهمل ام ابني يلي من صلبي. يعني اللي صاير فيني يا ضو عيوني اني معتبرك مرايتي، وصايرة لروحي الفرحة ولعمري البسمة ومنظرك الجميل تسليتي. شو بدي قلك يا ربي على قول، خايف تقل العيار تقولي عني منافق، بس اليوم حابب سمعك كلام ما خطر على بال مراهق. يعني شوفي ربيعة، أنا إذا بدي غني لك بغني لك يا مالكا قلبي، وإذا بدي غازلك بقول يا خاطفا لبي، وإذا بدي أدعي لك ببتهل وبقول خلصها بالهنا يا ربي، وإذا كنت بريدك بتوسل إلهي خليها بالجنة جنبي، وإذا كنت مسرور منك بتمنى تلزقي فيني ودربك يكون دربي، وإذا كنت مخلص لك بتمنى موت فداكي وأقضي نحبي، وإذا كنت مو مصدقة كلفيني بشي غرض وجربي. تقبر عظامي يا حمدي على هالطلاقة وعلى هالبحث، منين بتجيب هالكلام؟ لأنه بصراحة أنا سخسخت وحابة حط راسي على إيدك ونام. هذا أنا يا ربيعة، هيك الله خلقني، والمولى بعدي اسمه دابب، حنيتك بضلوعي ورغباتك محققة غصب عني، وموضوعي بعتبره موضوعي. تسلم لقلبي يا حمدي، أنا ما بعرف أحكي مثلك، بحبك وغير هيك ما عندي. طيب شو رأيك إذا جبت لك شي صانعة تعينك بهالأيام الصعبة؟ بتشلي عنك وبتمسح لك وبتطبخ لك وبدأ كبة. هلأ عم تحكي عن جد؟ ولا بدك تضحك على عقلي وتهزلي بدني؟ وليش حتى أضحك على عقلي؟ بعدين بدنك مو لقيان هز، أصلاً كان عندكم صانعتين ببيت أهلك، يعني أنت معودة على العز. حمدي مشان الله جد عم تحكي؟ بتصور عربي عم بحكي مو تركي. لك تقبرني يا حمدي ما أحلك، بعمري ما رح أنسالك هالمعروف وما رح أنساك. لك تسلمي لقلبي يا ربيعة ما أحلاكي، وبصراحة يلي دابحني عيناكي. هلأ روح على شغلك وغبلك شوي عن وشي. يه صحيح حمدي، شو بتريد أطبخ لك؟ تحب الكوسة المحشي؟ من إيديكي بس. تسلم إيديك ابن عمي. لا بلاها كلمة ابن عمي، ناديلي من هلأ ورايح أبو حامد، لأنه هيك ناوي يسميه إذا الله رايد. طيب ليش ما منسميه ربيع؟ حلو هالاسم كتير وصبياني. مو بس حلو بديع، بس أنا إلي هدف تاني. شو هالهدف؟ يا ستي الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء ما عبد وحمد، وأنا من هالمنطلق والله أعلم حابب سميه حامد. والله إذا كان هيك قال النبي العدنان أنا ما بقدر خالف، وطالما أنت حابب هالاسم كمان رح أخلي إذني عليه توالف. الله يبارك فيك شو مطيعة وصاحب الدين وتقوى، وينصر دينه يلي سماكي ربيعة، لأنه الربيع بوشي ضوى. طيبونا للطيبات ابن عمي. شو قلنا؟ ناديري أبو حامي. مو لحتى أتعود عليه، حاسسته بتبني جامي. ماشي الحال. طيب بدي أسألك، إذا أجتنا بنت بتنقهر لأنها بنت؟ إلا كان زعلي ولا كنت، إذا من هدية الله زعلت. لك تقبر قلبي ويسلم لي لسانك، يلي بيعجبني فيك إيمانك. طيب شو بدنا نسميها؟ بدي اسم هيك.
هيك حرج. يا ستي رح اترك الاسم اليك. طيب شو رايك باسم رابعه؟ انا ما بتهمني الاسماء، يلي بيهمني انك تقومي بالسلامه. بعدين بدك تسميها رابعه فليكن رابعه. رح اقوم ان شاء الله بالسلامه اذا جبت لي الصانعه. بيصير خير ان شاء الله. خاطرك هلا انا رح اوصيلك اللحام والخضري على الكوسه واللحمه. بدك شي تاني؟ لك انت بس قولي قولي. بدي شو؟ بدي شو؟ بدي ايه، تذكرت، بدي وقية سنوبر هندي لانه ما عاد عندي. بتأمري امر. يلا السلام عليكم. الله معك وبحضين السلامة يزرع. الله يوفقك ويفتح بوشك ويبعد عن طريقك كل مين بمية ما زهر بده يرشك. يا ماما جاب لي وحلق الألماس وريتو يلبق لي. أخ الله يا ربيعة، هالوصف اللي عم توصفيه والنعيم اللي انت فيه بدل على راحة ضمير وانشراح. إيه لكن لأني بهيمة والبهيم طول عمره مرتاح. ليش؟ لأنه بهيم ما بيعرف كوز الدرة من حبة التفاح. ليش؟ لأنه غشيم وأنا كنت ذلك البهيم وذلك الغشيم والله العليم. إيه لا ربيعة لا، ما بصير تحكي عن حالك هيك ولا تحطي التشاؤم ببالك. وإذا كان اليوم طريقك معتم وحالك فالله الله بعدي اسمه رح يجعلك يا سالك. بس ما يكون عمره رايح من هالك لمالي. المهم يا سميحة ويا إنعام صار فيي مثل الأفلام، وحتى ما كتر الحكي وزود اللعي رح ورجيكم بالعين كل شي صار معي. فوتي فوتي يا بنت، فوتي ولا تستحي. معلش معلش، طبصي على الأرض ولا تشلحي. مرحبا ربيعة، فوتي يا بنت، فوتي سلمي على ستك الجديدة. مينو هاي؟ هاي الصانعة اللي وعدتك فيها، شو نسيتي؟ لا ما نسيت، بس ما عاد بدي صانعة. وليش ما بدك يا حبيبتي؟ حرام نضوعها على حساب انت مزنوقه على صانعه وملوعه. صحيح، بس انا بدي اياها صغيره بالسن، يا دوب 11 12 سنه، مو كبيره لين ما رنيتها بترنوا منظرها بغير ومدهرنه. حاكم انتوا رجال عينكم لبرا وما في لقمه بتمكم مره. ربيعه ماني مصدق اداني يصدر عنك هالشي. قال مجنون يحكي وعائل يسمع. عيني بقلعها من وشي اذا بهالبنت بدها تطلع. بعدين انت بعيني بتضلي البدر، فشر البدر. انت احلى وإلها العتبه وإلك الصدر، وان ما عجبتنا منقلعها لبيت اهلها. قربي لعندي يا بنتي. حاضر ستي. شو اسمك انتي؟ فريزه نعناع. عند مين تشتغلي كنتي؟ عند جماعه بالقصه. وشو اسم ضيعتك؟ ضيعة بعيدة ما بتعرفيها. ما بهم، حابة اسمع صوت فريزة وتعرف عليها. بتعرفي تطبخي؟ كنت ببيت سيدي اطبخ واغسل واجلي وعزل وخيط وفصل واعتني له بولاده الصغار وربيهم. وليش تركتيهم واجيتي تشتغلي عند غيرهم؟ قولي، بالظاهر هنن قلعوكي؟ قولي ليش تركتيهم؟ ليش هنن صرفوكي؟ سيدي الكبير طلب مني سايره، ما رضيت، خفت على حالي منه ورحت تركيد. حكيت لأمه الختيارة، قامت طيبت خاطري بكم عبارة وعطتني مصاري وإجرة السيارة وقالت لي برافو عليك يا بنتي، شريفة فتي لعنا وشريفة طلعتي. وهذا سيدك ما عنده مرة؟ الله بالعمر يزيدك، مطلقة. وكيف لحتى اجتمعتي بجوزي؟ بعد ما طلعت من البيت صرت اطلب مساعدة الناس، والحجي
دكانته بخان الزيت وشفته على الأساس، شفق علي وطلب مني أني أخدم عنكم، وقال لي مرتي ست لطيفة وحنونة، وحسيت أنه ما في منكم، وشكرت ربي اللي ما بينسى يرزق الدود بقلب الصخر الجلمود، مع أنه قالوا لي مو كل حجي حجي ولا كل شيخ ابن أصل، بس أخلاق هالحجي فرجة وجمالك بيطير العقل. عدي هنيك على طرف البحرة. يا ربيعة شلون لقيتيها؟ باين عليها مهذبة ومطيعة وما فيها علة ولذيذة. الحقيني لقلك يا فريزة. هاي هي الأوضة اللي راح تنامي فيها. صحيح ما فيها فرش على الموضة بس لطيفة ومنمنمة ويا عيني عليها. على كل حال أنا عندي فوق فرشة زايدة وشرشف ولحاف ومخدة، وراح أجيب لك ترابيزة بركي فيها الفايدة، بيجوز تصندي عليها شي وردة. كتر خيرك يا ستي. أنتي كنسيها ورتبيها على مهلك على بين ما أطلع أدور لك على أغراض تلبق لك. خدي المقشة ورشي الأرض بالمي كمرشة حتى ما تطلع الغبرة وتتوسخ الفرشة. الله يخليكم يا ستي. ايه ربيعة شلون شفتي لي هالبنت؟ يا سيدي فوق ما تصورت. من انو ناحية؟ يعني باين عليها شاطرة وخفيفة وبالشغل ايدها ماهرة ونظيفة. انت شوف بيت الليمونة شلون صار. يا سيدي فركت البلاط بالليمونة بعد ما كان كله شحار، وليفت الاطرميزات وعزلت الرفوف وضبت المطبخ وشطفت كل الصاليات بدون ما تنادي لي او تصرخ، ورجعت كل شي لمحله بدون ما تسأل، ورجع بيتي احلى من الاول. بس فشرت تكون اشطر منك. بعدين هي صغيرة ما بتتعب وسنة أصغر من سنة. هو أنا دائماً بقول أحلم مني الله خلقه، أشطر مني دم من فلقه. يا ستي الحمد لله على التوفيقة. تعرف أنا حبيتها كتير لهالمخلوقة، باينتها ذكية كتير وعيوقة. صحيح، وما بتحسي عندها فرطة أو مجلوقة؟ بجوز بس. بس شو؟ بس يعني لو ما كانت حلوة بهالشكل جمالها يا شيخ بيطير العقل. بالعكس هي أحلى خصلة، والحلاوة عمرها ما كانت علة. أنو أحسن يعني؟ تتصبحي على بكرة بوش مثل الفلة الريانة ولا بوش مثل العنزة الجربانة؟ تف من تمك، شو عم تحكي يا رجال؟ بعدين إن الله جميل يحب الجمال، ليش أنا حابك لكان؟ بس هالبنت يا حمدي جمالها فتان. صحيح جمالها من بعدي بس عيونها مثل الغزلان. ربيعة ليكون أنت منها غيرانة، قوليها. ليش كل هالقد شايفني حيواني حتى شبه حالي فيها؟ وانا هيك عم اقول، قلت لحالي مو معقول. بس انا خايفه عليها من اجير السمان واجير اللحام وهلما جره، هدول بطير عقلهم اذا شافوا بقره. ليش انت رح تبعتيها تجيب اغراض من السوق؟ ما بيخلى الامر اذا كان الواحد مزنوق. ولا يهمك، من هلا ورايح انا رح اجيب الاغراض ابتداء بالسكر والرز وانتهاءا بالحفاض، منيح هيك؟ بس هذا تعب عليك. لك ما في تعب يا عمري ولا شيء. انت على رمشي بتمشي، انت بس امري ومن عندي طلبك ماشي، انت بس تمكيجي وتغندري. تسلم لي ما احلاك يا حمدي. بعدين يا ربيعه انا ما بقدر اهمل البنت، بخاف من الله وعقابه، وبخاف يوم القيامه اذا سئلت ما اعرف جاوبه ويحرمني ثوابه. يا عيني عليك يا حمدي، انت نظيف مثل المرايا وطول عمرك بتخاف على الولايه. ايه طبعا، وخاصه اذا كانوا صبايا، لانه ما بتعرفي هدول بتحوم حواليهم النوايا. الله يقويك ويديمك حتى تفعل الخير على طول. آمين يا أرحم الراحمين. وين قايم؟ لسه ما أكلت. حبيبتي شبعت، رح أنفجر. اخذ هاللقمة لك من إيدي. إيه بدي أكلها من إيدك ولو بدي أنفجر. يلا دايمة. لوين قايمة؟ بدي لم الصفرة. حط من إيدك، شو نسيتي البنت؟ لازم تعوديها على الخدمة بالصخرة. صح، صدقني لسه ما تعودت عليها. يا فريزة تعي ارفعي السفرة. على عيني وراسي، ان شاء الله صحة وغنى. على قلبك. لازمكم شي كمان؟ يرضى عليكي، عملي لنا كاستين شاي لكان. على عيني. الابري والببور جوا عرف، وجنبهم علبة الكبريت، ويمكن السكر والشاي حاططن عدف، ان شاء الله اكون ما نسيت. مزبوط ستي شفتهم. عليك يا ربيعة على هالعيشة الهنية.
فعلا عايشة مثل الأميرة بالدلال والنعيم. صحيح ما بقلكن لا، جوزي حمدي كان مدللني ومخنمني ومستتني ومو منقصني شي، وكان يصرف علي سواء معه ولا ما معه، وكان يحب يعيشني بالجخ والرخ ويحبني اتباهى واتغاوى وما حدا قدي. وميلي يا ربيعة ومسندك حمدي، وشو يقلي؟ بحبك تلبسي حرير ولو كان مفتوق، وتحطي على راسك جورجيت ولو كان مشقوق، وتلبسي ذهب ولو كان مسروق، وتجيبي صبي ولو كان مخنوق. يبعت لكم الهنا. عم تضحكوا علي انا؟ لك شو بدنا نساوي؟ بدنا نضحك ونمرق وقت. حاكم شامي بقصتك ريحة بلاوي ولاحقين على المقت. خلاصة ملخص يعني، كملي ربيعة. الحاصلو يا حبيباتي، بلشت هالايام تمر وتمرق، وانا وهالبنت مثل العسل على البندق، وحمدي عاجبه هالامر وماله بهالموضوع لا زبيب ولا تمر. يلا في حدا؟ الحمد لله رب العالمين على نعمه. صحة وهنا إن شاء الله. على قلبك يا حياتي يا ربوعة. يا فريزة. بدي أطلب منك طلب يا ست الكل، بس لا تزعلي مني. يبعت لي حمى وداء السل، ليش لا أزعل ابن عمي؟ يا ريت أنت تطبخي. مالي حابب طبخة، فاصولية الحب معك بترتخي، بسمعها خايف تعمل لي نفخة. يو شو هالحكي يا حمدي؟ ليش فكرك هي اللي عم تطبخ؟ ما بعرف، هيك ظنيت. هو بيني وبينك يا ريت، والطبخ كتير بيسعدك، بس بصراحة طبخ البيت ما بحب سلمه لحدا. الحق معك، لأنه إذا طبختي بإيدك بتعرفي شو عم تتحشي بمبلعك. هي صحيح بتعاوني بتفصيص التوم وتقشير البصل، بس إني سلمها تطبخ ابدا ما حصل، صدقني يا عيوني. يسلموا لي عيوني، يسلموا لي هالعيون، بس ثاني مره بكون ممنونك لو رشيتي على الفاصوليه شويه كمون. لك تأمر يا حبيب قلبي. يلا خلي لي اياكي يا رب. ستي خلص من عندنا الشاي الاخضر، بنحط لكم شاي احمر. شو هالحكي؟ هي نسوه تنتسى. على كل حال معلش فريزة، بجيب معي بكره المساء. وين رايح؟ ما بدك تشرب الشاي؟ بدي اتوضى وصلي العشاء. هلا بيبرد الشاي. بحبه من ايديك يا خمير يا حلوه. بحبك العافية يا عيوني. يا حياتي أنا على هالهنايدي أنا. فريزة روح ناولي سيدك يا سجارة الصلاة والبشكير، وينك؟ اشطفي بدربك بيت الخلا، وخدي معك هالصحن وهالكفكير. حاضر ستي. غفرانك يا ربي غفرانك، اللهم يبعدنا عن الحرام والنظر الحرام بجاه الأولياء والصالحين وسائر الأنام. غفرانك يا ربي غفرانك. شايفتك عم تستغفر ربك، ممكن أعرف شو ذنبك؟ يا ربيعة هي رابع مرة بتوقع عيني على شعراتها، يعني نص شعرة باين غطاها زحط على كتافها. إيه ما بيجوز، والمسكينة ما في مجال تخبيهن مني. سلام قولا من رب رحيم. شعرات مين؟ يعني مين في غيرها بالبيت يا ربيعة؟ وليش هيك تضايقت وانهزيت؟ ايه شو هالشغلة الفظيعة؟
ظنيت الشغلة أكبر. يو أنت التاني. ما بقدر أعمل منكر، ما بيطاوعني وجداني. وإذا بدك شغلة أخطر رح أحكي لك بلساني. هات لشوف. هذا يا ستي، أطلعت من البيت بكير وتركتك تنامي لضحوة، وقلت لحالي بطلب من فريزة تعمل لي فنجان قهوة. بس عفوك عفوك يا ربي، عفوك يا ربي عفوك، دخيلك لا تأخذني. ايه كمل شو صار. ها ها، لمحت البنت بكسر الهاء دون قصد، وركبتها مكشوفة عم تسقي مثل البلهاء حوض الورد، وما لحاسة بهالشوفة. غضيت نظري وقريت سورة التوبة والغافر، خفت هالنظرة تكون محسوبة عند الملائكة بالدفاتر، وطلعت من البيت متوسوس وتوسلت للأنبياء تتشفع لي، وقعدت بين التجار بالمجلس ومن برجه طاير عقلي. بقى الله يرضى عليك يا ربيعة، قولي للبنت تلبس وتتستر لي أضمن لي. يعني هلأ مشان شوفت ركبة عم تقرأ سورة التوبة؟ يعني يا أنا بطيبة قلبي جذبة، يا أنت صايرة أخلاقك عجبة. ولك حبيبتي أنا خايف على رزقة المحل، لأنه إذا أذنبت معها الرزقة بتقل. إيه بس يا حمدي الدنيا حرائي، إيه مو معقولة لبس البنت لك أحلى؟ خوش هي ما بتمانع وبتجي على مرائها، بس مو معقولة ضايقة. ما بعرف، ما بعرف يا ربيعة، المهم أنا حكيت ونبهت. إيه قوم، قوم يا قلبي قوم. لو بدي قوم؟ قوم نشرب الشاي على المشرقة، بينتك معصب عن حقها. قومي. شو هاد؟ قسما بالله الحالة ما بتجوز. يعني بيهون عليكي اذنب كل ما دقت الجرة بالكوز؟ خير شو القصة اليوم كمان؟ لازم هالمخلوقة تتستر وتحتشم كل شعرة شفته هلا، ولازم هالأمر ينحسم قبل ما بنار جهنم تعلق. ليش شو شفت؟ شفت شي؟ معلوم شفت شي، شفت كل شي. شو شفت؟ شفت ايديها من الكوع لتحت، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. بقى شلون الله بده يفتح بواب الرزق بوشي؟ وشلون شغلي بالدكان بده يمشي؟ بقى خلي البنت تتستر او من بيتنا هلا تتيسر. طول بالك يا حمدي، هالشغله دباره عندي، بس بدي اسالك. تفضلي. فكرك هالبنت قاصده تورجيك حالها؟ لا اشهد بالله، بالعكس، المخلوقه مو بهالوارد الله يعينها. والمشكلة يا ربيعة إنه لا بقدر أتخبى منها ولا بتقدر مني تتخبى. بقى شو ذنبي يا ربيعة وشو ذنبها؟ طيب أنت ليش بتدقق كتير وبتعصب بلا طعمي؟ إذا كان بدك يعني أكل مشمش بالعتمة. على كل حال أنا عندي الحل. شو هو؟ أفضل شيء نستغني عنها ونسفرها لبيت أهلها. بس أنا تعودت عليها يا حمدي، وأنا بالشهر التاسع وما في حدا عندي. بيهون عليك تعبي يا أبو حامد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا والله يا ربوعتي ما بيهون. أصبح لا تخليها تروح، خاصة إنه أهلي دريوا إنه في عندي صانعة عم تخدمني، والكل حسدوني عليها وفي منهم طلبوها مني. بس أنت لا تنخض ولا تفكر، أنا رح خليها تتستر قدامك قد ما بتقدر. شوفي يا ربيعة، أنا عندي حل شرعي وديني. شو هو؟ والمطلوب الطاوعيني. أنا بأمرك حبيب قلبي، بس شو هو؟ شو رأيك يا بنت الحلال لو كتبت كتاب براني عليها وبهالحالة رح؟ نعم؟ شو عم تقول؟ يا ربيعة شوفت الحرام صدقيني بتقطع الرزق الحلال، وما بدي يصير فيني على نفسي هاجنت وصال. ومنو هاي وصال كمان؟ هيك بيقولوا. أوينك؟ عندي حل أمثل وبتصوروا أفضل. وشو هو الحل بقى؟ بناخد فريزة لبيت أخي تخدم عنده، وأخي متل يا حبيبي علي. أخي بدك صانعتي فريزة تروح تخدم سلفتي عزيزة؟ يا عيني، يعني ما بقى غير ضيف الفارة لوز والجلدين تاكل موز،
هي من غير شي رافعه من خار علي، بقى كيف اذا صار عندها صنعه؟ لا ما حزبت بنوم. طيب شو اعمل لك انا؟ لاقي لي حل، الله وكيلك رزقي انقطع بالمحل. ماشي الحال، انت روح على دكانتك وخليني افكر على مهل. انا مسروره كثير لامانتك، والا ما لاقي لي شي حل سهل. ماشي الحال ربوعتي، يعني الله يختار لي فيه الخير. يلا سلام عليكم. وعليك السلام. بدك شيء قبل ما امشي؟ لا. السلام عليكي. بحبه. بدك الحق؟ تصرفك يا ربيعه حلو، وهيك الناس بيعملوا، يعني انت ما احلاكي وبعتي صانعتك لبيت سلفتك، لك شو انت زارعه على اراضيها فجل؟ ولا رح تصدقي انك انت وياها رح تصيروا اهل؟ ولك فشري، السلفه بتضل سلفه وما بيلبق لها المدح، وعمرها ما كانت صاحبه لهفه، والقريص ما بينفرك على الجرح. طبعا، اسمعوا يا جماعه، أنا مرة إجت لعندي سلفتي وعلى غفلة إجتني كريزة، قالت لي ريت الوجع لمعدتي، رح أجيب لك شوية مهنيزة، ولما طولت طلعت من غرفتي، رحت لقيتها عم ترقص على الترابيزة. طبعاً السلفة مكيودة وبترقص بعزة ستة. سمعينا هلأ، المهم قلي لنا قصة جوزك، لأنه على هو الحكي ما بيهون عليه يشوفك بارمة بوزك. المهم يا حبيباتي، فكرت على مهلي وشاورت عقلي، وبيوم من الايام ونحن عم ناكل محلي صار حمدي نقع الناعم ويردح لي. من كل الأراني مسدودة يا ربيعة، ومع أن السوق ناشط ما عندي لا شروة ولا بيعة، وبصراحة ما لي ناوي أصرف من الرسمان. وكل الله يا رجال، التاجر مثل الشجرة بينكسى وبينعرى. صحيح، بس في شي بحياتنا مو طبيعي حتى الله موقف رزقي، وخايف لكون عمل لي شي عملة والله بعدي اسمه وعم يشأزيني على عملتي. فكرك يعني أنه طبعا شوفة الحرام ممنوعة شرعا. طيب إن قبلت عرضك بتعاهدني انك تصون عرضك؟ ما فهمت عليكي. يعني اذا كتبت على فريز كتاب براني ما بتعمل لي كاني ماني؟ شلون يعني؟ يعني بتعاهدني انك ما بتحكي معها لا كلمه نازله ولا كلمه طالعه؟ معقول يا روحي اترك الست والحق الصانعه؟ شو هالحكي اللي بيهز البدان؟ ان شاء الله يطحشوني بالكفن اذا كان ببالي بال، بس كل القصد يعني اذا وقع نظري عليها وهي عم تشتغل تكون هالنظرة حلال. طيب إذا كان هيك ساوي اللي بريحك، لأني بصراحة ما بقدر أقعد بلاها. ولا يهمك يا ربيعة، أصلاً رفيقي مع صنعته سواها ولحد هلأ عايش مثل الأخوة هو وياها. طيب إذا كان هيك الله يرضى عرفيقك وعليك. هيك ها؟ لك يسلم لي هالوش يلي ما بحسن خونه بنظرة غش. خدي 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 دوقي هاللوزينة، هاي من حلب محشية باللوز، جاب لي اياها صانعي ابو الزوز. الله يخلي لي اياك يا رب. صحة وهنا. طيبة. آمنتي بالله ترارارارارم، آمنتي بالله نور جمالك آية آية من الله، آمنتي بالله ترارارارارم. يا الله مع ضيوف وأحبة، يلي جوا لا يطلع لبرا ويلي برا يفوت يتخبى. تفضل يا شيخنا، تفضل شيخ بكري. يا الله يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الله يا الله. تفضل للصدر يا سيدنا. شكرا. ستي ستي، إجا سيدي ومعه ضيوف. وليش هيك ملهوجة؟ سمعته دايما هيك عادته، ما بيقول لي انه حيجيب ضيوف سيادته. ومين يلي معه؟ معه اثنين افنديه وشيخ بحطه بيضه. ما كذب خبر الزلمه والقريضه. يا اهلا وسهلا شيخ بكري، اشرقت الانوار. شكرا يا ابو حامد شكرا. ايه سيدي،
ان شاء الله البنت جاهزه. حكم بدي خلص شغلي قبل ما قلكم باي باي. بس مو معقوله قبل ما تشرب كاسه شاي. يا سيدي انتوا الكريمين ونحن المستاهلين. الله عليك يا شيخ بكري. الله يخليك. كيفك ربوعتي؟ يلا يلا يا بنت خليكي واقفة جنب الباب، وإذا سألناكي سؤال بتردي جواب. جواب شو سيدي؟ مثل ما عم قل لك الشيخ إجا مشان يكتب الكتاب. كتاب شو؟ ولك كتابك علي. كتاب شو؟ كتاب شكلي صوري مشان الحلال والحرام، هيك الأصول، واتفقت أنا مع ستك إذا حابة تضلي معنا على طول. ليش أنا رح لاقي أحسن منكم؟ ما رح يصح لي، والله أنتوا أعز من أهلي. ولازم تفهمي انه كل شيء رح يضل على ما هو. غرفتك تحت الدرج ونومتك على ما هي. يعني كل شيء رح يصير حكي بحكي. بقى لا تفرحي كتير وتضحكي. وبدي اياك تفهمها يا حمدي انه بضل انا الست وهي الجارية، والشغلة كلها من ترتيبي مو المي من تحتي جارية. فهماني شو قالت ستك؟ فهماني سيدي. وانتبهي على شو فهمتك. اي شيء رح يقلك يا شيخ بتقولي ايه؟ طيب مثل شو سيدي؟ مثلا بيسألوكي بتقبلي تتجوزيني على سنة الله ورسوله؟ بتقولي نعم قبلت. بيسألوا لأنه قبضتي مهر؟ بتقولي نعم قبضت. بيسألوكي قديش قبضتي بنات؟ بدهروا هدول. بتقولي مثل ما بده سيدي، هو الرجال وأنا البنت. ليش رح تكتب لنقد؟ ايه طبعا ما بيصح العقد بدون كتابة نقد، وأنا رح أكتب لعشر دراهم فضة مقدم ونصهم مأخر مثل ما قلتي ربوعة. يعني إيش قال يا حكي بحكي؟ أوعك لما بيسألوكي تتلبكي، خليكي بالأوضة وعلى نصتك، والأخذ والعطى من ورا الباب وعلى مسمع من ستك. فهمتي؟ مثل ما بدك سيدي. لك ليك التاني على هالكلام السخيف؟ مو مثل ما بدي، مثل ما بده الشرع الحنيف. إن شاء الله يا ربيعة ربي بعدي اسمه ببحبحها معنا، لأنه نحن عملنا ما استطعنا. ربوعة حبيبتي لك كل شي فداكي بيهون. ايه يا أبو حامد شو صار معنا؟ أنا مستعجل عندي موعد ببيت الرتة. يا سيدي كل شي جاهز والبنت موجودة بالأوضة مع ستة. عظيم. هلا صارت موافقة البنت ضرورية، وانت يا ابو حامد لازم تضل قاعد هون لحتى نترك للبنت كامل الحرية بالرضا والقبول. بتأمر امر يا شيخي. استغفر الله. شرفوا يا شباب. شرف شيخي شرف. يا الله. شو شيخ بكري؟ طمني مش الحال؟ الحمد لله مش الحال. وقبلت توكلني، قال هي يتيمة ما لها حدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ستي ستي بدي اسألك. شو بدك هلا؟ العمى ما اسألك. ليش سيدي ما جاب معه سبت؟ سبت شو؟ سبت سكاكر وراحة اللي بجيبه العريس لعروسته بليلة الدخلة. ليلة الدخلة؟ قريتك تدخلي على نار جهنم إلهي. ليش ستي؟ مو تجوزني قبل شوي وخلاص؟ جواز قبرصي إن شاء الله، ما قلنا لك الشغلة كلها حكي بحكي مشان الحرام والحلال؟ يعني وضروري يكتب كتابه علي وتجي كل هالرجال؟ هيك عقله، قال حتى يتوفق بشغله. القصة وما فيها إنه هو صاحب دين، وإنتي عديم ووقع بسلتين. إيه سيدي، إن شاء الله ألف مبروك، كل شي صار على تأنينه، سبحانه ربي يلي يسرنا دينه. إيه والله يا شيخي، سبحانه. تشربوا شاي أخضر أستيكانو؟ ما في مانع، بس مستعجل بدي لحق الصلاة بالجامع. صح، الحق معك بتحب كل شيء بأوانه. شيخ بكري.
هي يا بنت اتستري منيح وروحي على المطبخ اعملي لنا كاسه شاي استكانو. اوام. ما شاء الله ما شاء الله وكان طول اوام فتام مثل عود الرمان. تعي فريزه عادي هون. اسمعي ما رح يختلف شيها، بتضلي انتي صانعتي وانا ستك، وكل شي بده يمشي مثل ما فهمتك، يعني انا فوق وانتي تحت، مثل ما لنا قاعدين بهالجلسة، واوعك تعملي شي من تحت لتحت، انا وراكي على الدعسة، فهمتي ولا ما فهمتي؟ فهمت ستي فهمت. الله معك، مع السلامة شيخي، الله معك حبيبي، الله معك حبيبي. يمكن راحوا، ضبي شعراتك. ومنيح يلي انتي على نياتك. اوف راحوا. تضايقت يا حبيبتي مو هيك؟ تضايقت لاني اشتقت لشوفتك والقعده معك. كل هالقد بتحبيني يا ربيعه؟ والله فشر عمر بن ابي ربيعه. وليش لحتى ما احبك؟ وانت عم تساوي كل شي بريده؟ ليش بيسترجي العبد يرفع راسه قدام سيده؟ ولك تسلم لقلبي على هالكلام الصدق يلي بيخلي قلبي يطرق من جوا طرق. شايف لك قعدتنا هون ايه مالها جنس الطعمه، امشي لاوضتنا حتى نغير النغمه. ليش لا، امشي حتى لعبك دقين برسيس نخزي فيهم ابليس. وانتي فريزه رجعي الكراسي لمحلهم واشطفي ارض ديار، وروحي نامي باوضتك، بكره عندك طبق غسيل والمطبخ بده تعزيل. قومي قومي، ما سمعتي شو قالت لك ستك؟ بلا سيدي بلا، بس عم بستناكم لحتى تطلعوا من الغرفه لانه بدي كنسها واعمل للعتبه شطفه. يلا والله يا ربي حياتكم بعينتها حلوة، بقى منين ممكن تجيكن البلوة؟ بصراحة أنا حبيتها لهالبنت. مالي شايفتها واقفة بالطريق؟ يعني أنا لو محلها كنت ولي على قامتي لك بطقطي. إيه طبعاً، لأنه قدامها عم تصير المناغشة والمجاملة، وتحت عيونها عم تتم الحركشة والمغازلة. يمكن يا حسرتي حست حالها مو قد المقام ومبهدلة. لا، وسيدة سيدة جوزة وممنوع عنها، بقى حلولي هالمعادلة. شو يا شايفتك تعاطفتي معها، ريت الجني الاحمر ينتعك وينتعى. لا والله يا ربيعه مو قصه تعاطفت، بس قلبي وجعني عليها وشفقت. الحاصله يا خان مات، بيوم من الايام اجى على بالي روح على الحمام حتى اكون على نظافه قبل الولاده، وعلى هالشي مثل ما بتعرفوا جرت العاده. شو شايفتك فايق اليوم بكير مع صوت الشحرير. ايه والله يا بنت الحلال، كتران البيع علي والملائكة عم تحوم حوالي. لا تقولي كله هذا رضا ولله الحمد، وعهد الحرام انقضى وحطينا له حد. الله يوفقك يا حمدي وياخذ بيدك. المهم انا رايحة اليوم على الحمام بدي اقضي نهاري. حلو يا ستي نعيما سلفا. شو اي نعيما؟ بدي مصاري. فهمت عليكي تكرمي، خدي قد ما بدك وتنعمي. هاي اجرة الحمام لأم بكري الي ولصانعتي، وهي للجواني وهي للبراني، وهي بخشيش علشاني. خدي كمان خدي. ليش الطمع؟ انا مالي طماعة، الطمع ضر ما نفع والعبرة بالقناعة. طيب وهي مني اكرامية، روحي بقى انبسطي وتهني يا حورية. الله يرزقك يا رب، لكن رح اعمل طنجرة مجدرة ورح اخذ معي مخلل، بتعرف النسوان بيحبوا القرقرة، إذا تعوقنا لا تسأل. لا ما رح اسأل، يا ستي هنا بكل لقمة، على كل حال إذا أنا تأخرت وما رجعت على البيت، رح أتغدى مع جاري الخياط، قربيت. إيه يلا. يلا أنا رايح. بدك شيء؟ سلامتك الله معك. خدي راحتك وتحممي ونعيما سلفا ان شاء الله. الله ينعم عليك. الله يفتح بوشك الهي. الله يسلمك.
فريزة يا فريزة تعيلي نعم ستي خلي عندك شوية ذوق وطلعي عاونيني ضب البقجة بدنا نبكر بنروح على الحمام يلا ايه بس أنا ما بقدر أروح معك يا ستي وليش بقى؟ هيك يعني حاسة بشوية برد وبدني عم يفور ويهمط وشعر جسمي واقف مثل جلد الأنفاض ايه لا ما في فكة بدك تروحي معي بدك تساعديني بحمل البقجة حاجة لعي حاضر ستي من شانك رح أصبر على وجعي على النبي والله احد ام ولا يجي الصبي بالهنا ان شاء الله إيه؟ الله يطعمك الخلاص والخلقه التامه بين الناس يسلموا ان شاء الله نعيمه اوف شو هالحرائي بهالخطوتين من البيت لهون انتزع مرائي وينك يا عم حدو تاخذي الباج من البنت وفوتيهم حطيهم عندك بالدهليز وقولي لام عبد البلانه خليها تتوصى بالتراب الحلبي والتكييف على عيني تكرمي ام بكري ستي ستي زاد علي الوجع ومغصتني مصاريني وخايف على حالي اوعى وتتلبكي فيني لك عن خدي هاي المفتاح معي مفتاح تاني روحي بوشك على البيت واغلي شويه نعنع ودهني بطنك بالزيت واستنيني لارجع خدي كتر خيرك يا ستي روحي من طريق السوق ولا تفتحي الباب لحدا ها خلص خلص ستي ما رح افتح لمخلوق انحتى هاي المناشف الصرمة يرضى عليكي ما بطلع ما بطلع يا ماما ما بطلع إلا بحلق الماكس شو ربيع خانم شايفتك ما تحممتي ما تحملت يا أم بكري ليش كف الله الشر الدنيا شوب وهالولد بكري فقلت لحالي يا بنت تعي بكرة على رطوبة وبكري أحسن ما يصير شي لهالولد هيك فكري الحق بإيدك ما في أصعب من المصابحة الماسية على كل حال أهلا وسهلا فيك يا ربيعة خانو أعطينا كاسة شاي يا أم حدو ما في لزوم ما في لزوم خلي لي روح أحسن لي تفضلي هاي إجرة الحمام يا أم بكري يو شو عم تحكي أنتي؟ انتي ما تحممتي بالمرة شلون بدي أخذ منك إجرة تسلمي لي خدي مني ولا تكسفيني طيب ماشي الحال رح اخذ انت الكريمه ونحن ان شاء الله بنستاهل وهي لا محبه خليها توصل لي البقجه للبيت يسلموا ايديكي خليها تروح معي توصلي لا بروح لحالي معلش مو لهالدرجه يلا خاطري الله معك مع السلامه ربيعه خانو يا محدو يا فريزة لك وينك يا بنت وينها هي فريزة لك وينها هي فريزة يا فريزة وين صارت هي فريزة فريزة يا خاينة يا غدارة تفوق عليك
والله لا اعمل من لحمه فدايه بعد هيك. لا. بعد هيك انت الثاني بعد هيك. خلص بقى، شو صار ليك؟ شو صار لي؟ عم تدافع عليها كمان؟ بص ولا حرف، لا تعملي لي فضايح. ولك عين تحكي انت الثاني؟ وليش لحتى ما احكي؟ كل القصه وما فيها انكم صرتوا مثل بعض، كتبت كتابي عليها حسب السنة والفرض، وما في لزوم تسبيها وتمسحي فيها الأرض. آخ يا راسي شو عم بسمع؟ عمري ما عرفت الحرام، والشرع سمح بأربعة، كل وحدة إلها ثلاث أيام ما عدا يوم الجمعة. أعزائي المشاهدين، حتى ينعم سكان حي السبع دوخات في ضاحية السبع طوالع بمياه نظيفة غير ملوثة، تابعتم معنا أجوبة المسؤولين والتي لم تكن مقنعة بالمرة، ولابد أنكم تطرحون على أنفسكم السؤال الجوهري الذي لم نجد له الإجابة حتى الآن، والتي قد تشفي غليل أهالي الحي: أين الخلل ومن المسؤول الحقيقي عن هذا الإهمال؟ فمسؤول المياه ألقى باللائمة على مسؤول السياقات واتهمه بعدم تطبيق الشروط الفنية أثناء تمديد القساطل، ومسؤول السياقات ألقى باللائمة على المحافظة التي لم تضبط التوسع العشوائي للمساكن، ومسؤول المحافظة بدوره اتهم شركة القساطل المتحدة، وشركة قساطل ألقت باللوم على عمال مؤسسة مجاري الذين لم يراعوا شروط الفنية أثناء التركيب. أما عمال مؤسسة مجاري فقد ألقوا باللوم على سكان حي السبع دوخات، حيث اتهموهم بعدم التعاون والبخل، لأن أهالي الحي لم يقدموا للعمال الشاي والماء البارد أثناء العمل. لقد احترنا بأمر هذا النموذج من المسؤولين. على من تقع المسؤولية؟ لا أحد يعترف، الكل يتنصل والكل يتهرب، بل إن جميعهم يلجؤون إلى الإجابات الزئبقية والحلول التوفيقية. لا أحد يريد أن يتصرف، لا أحد يريد أن تسلط عليه الأضواء ويكون محط الأنظار والمساءلة. لا أحد يقر بالتقصير ولا يحب أن ينسب إليه خطأ ما، فكأن هؤلاء المسؤولين في مكاتبهم وخلف طاولاتهم معصومون، حيث لا عصمة إلا للأنبياء. لقد دخل في روعي هذا النموذج من المسؤولين بأن تكليف الحكومة لهم بهذه المناصب إنما هو تشريف لهم وخدمة لشخصياتهم الكريمة، ونسوا أن الحكومة قد وضعتهم في مناصبهم لكي يكونوا خداماً لهذا الشعب. وهكذا أعزائي المشاهدين، دخنا بسبب هذه المشكلة مع أهالي حي السبع دوخات ولم نتوصل إلى نتيجة، فأهالي الحي المذكور ما زالوا يعانون من تلوث المياه، ونحن بدورنا لم نتمكن من تحديد الجهة المسؤولة. علنا نحمل إليكم في الحلقة القادمة من برنامجكم صوت الناس الحل والنتيجة. من يدري، فإنه يحدث أحياناً أن تصحو الضمائر الهاجعة لهذا النموذج من المسؤولين فيعي مسؤولياته تماماً كما يعي قبض راتبه وإكرامياته وحوافزه. فإلى اللقاء. مرحبا هيام. أهلين نعيم. شو شلون لقيتي الحلقة اليوم؟ حلوة، يعطيك العافية. شايف لهجتك بردة شوي. انت مالك ملاحظ انك تخنتها شوي؟ لا تخنتها ولا رفعتها، هيك طبيعة البرنامج. نعيم انت لازم تكون حذر اكثر من هيك، يعني احيانا عم تشط وتتمادى وتقول رأيك الشخصي بشكل مباشر. ايه، وشو الغلط بالموضوع؟ الغلط انك مفروض تنقل رأي المواطن ورأي المسؤول، مو رأيك الشخصي، وتترك الحكم والاستنتاج للناس مو إلك. انت صاير عم تعلق على آراء المسؤولين وتسخر منه، وهالشي مو لصالحك ابدا. ها، كل هالشي ما بهمني، انا بهمني بالنهايه مصداقيه البرنامج كيف ما كان يكون، وهالمصداقيه هي هي اللي عم تخلي الناس تتابع البرنامج وتحكي فيه. وطالما انا عم بحكي من وحي ضميري معناها ما لازم خاف ابدا. ما بعرف شو بدي اقول لك، المشكله انك عنيد وما بتعمل الا يلي براسك. هلا هيك رايك فيني انت؟ يا نعيم، انت انسان متزوج وصاحب عيله،
وإذا كان العزابي بيعد للعشرة فالمتزوج لازم يعد للمية. ليش أنا لقديش عم عند؟ أنا شايفة إنك ما عم تعد أبداً وعم تتصرف باستهتار وطيش وكأنه نحن مو موجودين بحياتك. ولك يا روحي إمتى بدك تقيمي هالأوهام من راسك بقى؟ صرت قايل لك ألف مرة إني ما بخطي خطوة واحدة قبل ما أعمل لها 100 حساب. بقى اطمني وريحي بالك. حطينا العشاء. بدك شي غير اللي استني معي؟ لا بس لا تنسى تبرع على اللحم وتوصي على اللحمة. لا ولا يهمك مالي نسيان. صحيح تذكرت بدي كفوف للجلي وفيتامينات للزريعة. من عيوني غيره في شي؟ لا سلامتك. تذكري. لا لا خلص ماشي. يلا السلام عليكم. الله معك. مع السلامة. اهلين وسهلين ومرحبتين. ميت اهلين استاذ نعيم. شلونك؟ الحمد لله والله. شو هالحل الحلو اللي حطونا اياه امبارح؟ عجبتكم؟ عجبتنا وبس. اول يجبر بخاطرك وياخذ بيدك فعلا لانك انت صوت الناس المعتره والمظلومه. شكرا يا ابو فارس هذا لطفك. بس وينك؟ خليك هيك ها، وقد ما فيك تقل العيار تقله، لا توفر حدا. انت عمي عم تحكي على المصلحه العامه وما حدا بيسترجي الا محل الكحل بعينك. يا سيدي نحن بنعمل اللي بيمليه علينا واجبنا وضميرنا. ولك يسلم لي اللي خلقك. اسمح لي هنيك على شجاعتك وجرأتك، فعلاً أنت نادر معدنك. لا نادر ولا غير نادر، ليش ما عم بعمل يعني؟ عم بحكي كلمة حق ليس إلا. ولك ينصر دينك على هالتواضع هاد، يا ريت كل الناس مثلك كان الدنيا بألف خير. بس وينك أستاذ؟ دخيل عينك. يا ريت هيك شي يوم تحكي لنا عن مشاكل اللحمة واللحامين، بركي هالمسؤولين بيطلعوا فينا شي شوي، حكي نحن عنا مشاكل كثيرة ها. إيه قسماً بالله عنا مشاكل بينكتب عنها مجلدات وكتب. إيه ما في مهنة بتخلى من المشاكل أبو فارس. صحيح. إيه سيدي مرني. مثل العادة مفرومة بكبة. على عيني وراسي. 10 دقائق تكون عندك. ماشي الحال. مرحبا أستاذ نعيم. السلام عليكم. أهلين وسهلين. الله يسلم هالتم يا رب. والله إنك أبدعت. شو هالحلقة طلعت بالتلفزيون؟ فعلاً عم تفشلنا قلبنا من جوا. والله كأنك عم تحكي لنا على جرب عدم المؤاخذة. إيه لا ما وصلت لهون أنت الثاني. إيه وصلت ونص. قال ما وصلت. قال الله يجزيك الخير يا رب لأنك عم توصي صوت الناس لفوق للسلطات العليا. فعلا أنت سفيرنا وهي شغلة مو قليلة أبدا. بس بيني وبينك كل ما تقلت العيار كل ما الناس حبتك أكثر لأنه شعبنا بحب الفايني قصدي النقد. بس مو اي نقد، نحن عم ننقد في سبيل البناء. اكيد ما في شك، ربي يحميك من اولاد الحرام. بس استاذ يعني ممكن ما تنسونا وتتذكرونا بشي بخمس دقائق ببرنامجكم؟ ما فهمت عليك. يعني ولو استاذ يعني ما بيطلع لنا خمس دقائق نشرح هموم الخضرجيه مثلنا مثل غيرنا. تكرم عينك، يلي بتطلبه انا جاهز. روح ربي يخليك لاهلك، لكن بكره انا بيجي لعندك وبنشرب لنا فنجان قهوه بمعيتك وبحكي لك على هموم الخضرجيه كلياتها. على عيني على عيني. السلام عليكم. اهلا استاذ نعيم. يا ميت مرحبا. اهلا بالبطل، فعلا انك بطل مو مجامله، لانه عم تحط ايدك على الوجع وعم تكشف الغلط بدون ما تعب حدا. يعني عدم المؤاخذه، واحد غيرك كان قال شو بدي بوجعه هالراس وشو بدي بهالشغله، الف عين تبكي ولا عين امي تبكي. اما انت ما شاء الله حولك ما بتسال عن حدا بنوب. لا مو قصه ما بسال عن حدا. انا بعرف انا ما عم بتطاول. بعرف شو بدك تحكي استاذ، بس بتسمح لي اسالك سؤال؟ ايه تفضل. ليش المذيع اللي قبلك اللي كان مستلم نفس البرنامج ليش ما كان يحكي مثلك؟ الحقيقة أبصر ما يعني ما بعرف شو كانت ظروفه. ظروفه واضحة، بده يقبض معاشه ويمشي، بينما أنت لا عم تشتغل من قلبك وبوحي من ضميرك وبترجاك وهات لبوس إيدك إنك تضل هيك وما تتأثر بحكي حدا أبدا، لأنه مو حلو أنت عم تطبطب على الغلط وعم تمدح التقصير. أي طبعا طبعا، لأنه فعلا إذا خففت حدة لهجتك تخفيفها رح نزعل منك كتير ورح نعتبرك بعتنا. يعني في ناس بيقولوا لك انه الشعب ما بيجي الا بالعصاية. انا بقول لا، الشعب مو هيك، انما بعض ال... ولا سيدي خلينا ساكتين افضل. وليش هي خايفة عليك كل الأد انتي؟ يو شبكي ماما، جوزي شلون ما بدي خاف عليه؟ شو بده يصير له يعني؟ شو بده يصير له؟ قال ممكن يصير له كتير. اي ستي لا تخافي عليه، بيكون مدبر حاله ان شاء الله. فكرك رح يحكي كل الحكي من عنده؟ منين لكان؟
قصدي بيكون مسنود من فوق، يعني لو ما كان مسنود ومركز وضعه إما كان استرجع يفتح تمه بكلمة واحدة برات الطريق. جوزك وبعرفه جبان وخويف، بيخاف من خياله. بس هو بعمره ما جاب لي سيرة إنه مسنود أو مدعوم. طبعا ما رح يجيب هالسيرة مشان يطلع قدامك بطل ونحنا نقعد نزقف له ونطبطب له. جاي تعلميني على جوزك. يا ريت يكون كلامك صحيح يا ماما، فكرك بزعل يعني. ولك أوف أوف منك أنتي، من طول عمرك حوبة. لقاءات، مناقشات، اجتماعات، لجان تعقبها لجان ولا حلول. والمشكلة دائما تضيع بين زحمة اللجان وانشغال المسؤولين وتراكمات الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع. أهالي حي سبع دوخات ما زالوا ينتظرون الحل السحري الذي يمكن أن نقدمه لهم. وأهالي كفر البطيخ يستغيثون ويشتكون من تدني أسعار البطيخ. أما أهالي كفر العواميد فيعانون من اهتراء العواميد وسقوطها على رؤوسهم. وفي شعبتنا أيضاً سؤال عن تعديل نظام الضرائب، وتساؤل عن تعديل قانون الإيجار، وعلامة استفهام عن أحدث الطرق في تسجيل سيارات البيك آب، وإشارة تعجب حول فواتير الهاتف وأخطاء الكمبيوتر. سيداتي سادتي، لإلقاء الأضواء على كل ما ذكرنا انتظروا حلقتنا القادمة، وإلى اللقاء. شو شباب؟ تمام؟ شو رأيكم؟ حلو، بس بدي أسألك سؤال. على عيني وعلى رأسي. بتجاوبني بصراحة؟ ايه تفضلي ولو. انت من مين مسنود؟ يا سيدي حلقة مبارح بتعبي المخ تمام، صدقني اني سلطنت سلطني وانا عم بتفرج عليها. لا والنهفة انك ما خليت حدا من شرك وهاجمت الكل. لا مو الكل، انا فقط هاجمت المسيئين والمخطئين. أنا هيك قصدي. الله يعطيك العافية ويخلينا ياك يا أخ نعيم. إذا بتضل ماشي على هالمنوال برنامجك رح يصير من أقوى البرامج بالمحطات العربية. طبعاً لازم يضل ماشي على هالمنوال لأنه الجماهير العربية حطت ثقتها فيه. سمعان أخي نعيم، ثقة الجماهير العربية أمانة برقبتك، وأنت ما لازم أبداً تتخلى عن الناس. ها وطريقك ها طريق روحها بلا رجعة. قصدي إنه لا تراجع عنه أبداً. آه صحيح يا سيدي، الله يقدرنا على فعل الخير لخدمة هذا الوطن. أهلين نعيم، شو هالحكي؟ إمتى؟ طيب ليش ما قلت لي من الأول؟ إيه بس أنا هيك بدي أنشغل بالي عليك كتير. لا ما رح أضل بالبيت، رح أروح لعند أمي. إيه وإمتى بترجع؟ مو معروف إمتى؟ ماشي الحال. طيب طيب حبيبي، الله يسهل لك ولا يضرك يا حق. مع السلامة. شو يا؟ صرنا يومين ثلاثة ما شفنا الأستاذ نعيم، شو قصته يا ترى؟ لك حتى حلقته مبارح بالتلفزيون ما حطوها. شو هالحكي؟ ايه اها، معناها في إنا بالموضوع. مو بس إنا، في إنا ولكننا وحيثما، هذا أكيد دقوا فيه ما في كلام. طبعا معلوم بدهم يدقوا فيه لانه صار يتبغدد عليهم كتير، بلش ينقر وينغم ويطاول شمال ويمين. مفكر حاله انه رح يصلح الكون حضرته. الله يصلحه ويهديه. اخي انا متوقع له هيك نهايه، مو معقول يسكتوا عنه بعد كل الحكي اللي حكاه. الشغله بالعقل اخي، مدوله وغضوا النظر عنه هيك لحتى فلت الزنبرك تبعه وصار بده تعيير من جديد. قلتك أكيد هلأ بيكون عم يركبوا له زنبرك جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه تكرم عينك. بإذنك أخي. خذ راحتك. لا مو بس هيك، الموضوع أخذ منحة تاني، يعني بالقلم نشرح صار نقده هدام، ما حد نقد بناء وموضوعي. الأخ مفكر لي حاله دون كشوت عصره، والبرنامج صار فيه إساءة وإهانة وتجريح بالمسؤولين أكثر مما يجي. أخي هدول المسؤولين شو ما كانت مناصبهم، بس إلا ما يكون في مين دعمهم. يخرب بيته، يخرب بيته على هالعملة. يا ما نصحناه بس ما كان ينتصح، عبس. صحيح، يا ما حاولنا نرضعه بس ما كان مرتدع، ركب راسه على الفاضي. يا سيدي تحركش بالحمى لحتى دقته البردية. المسكين طاش حجره ونعمى على قلبه وما عاد شاف قدامه.
أخي هي عقدة الغرور. الزلمة كبر راسه كتير. الإنسان لازم يكون حكيم ومتوازي، وخصوصي بهيك أمور. الله يصلحه ويهديه. هو هيك طبعه، طايش ومتهور وما بيحسب حساب لشيء. دخلك؟ ما نعرف مين أخذه الأستاذ نعيم؟ لا والله، لحد هلأ مو معروفة وين أراضيه. الله يستر يا رب. يعني كمان هو الله يصلحه، شو بده بطولة لسانه وكتر الحكي؟ إيه أنا بعرف. لا ومشكلته إنه عنيد ومخه يابس وما بسمع من حدا. أخي تكبير راس لهالدرجة مو حلوة أبداً. مزبوط. بعدين كل إنسان لازم يعرف وين حدوده. السلام عليكم. أستاذ إنعام، أستاذ نعيم. شو بكم؟ شو بكم؟ تبلكمتوا وقت شفتوني كأنكم شفتوا شي جنة. لا لا أبداً أستاذ. ليش حتى تبلكم؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. يعني الحمد لله على السلامة يا أستاذ. ألف الحمد لله على السلامة إن شاء الله. شو إمتى طالعوك أستاذ؟ منين بدون يطالعوني؟ بيقصد إمتى كاد القدوم؟ الحمد لله إنه زمان ما شفناه. والله اليوم وصلت من السفر. شو؟ اجتني سفرة مستعجلة على كرواتيا مشان اشترك بمهرجان إذاعي. يعني الأسبوع الماضي أستاذ كنت بكرواتيا؟ وين بدي أكون لك؟ ببيت خالتي. والبرنامج شو؟ ليش ما طلع البرنامج تبعك؟ الحقيقة برنامجي توقف أثناء غيابي، بس بكرة رح أبلش بتسجيل حلقة جديدة. ها ايوه ايه هلا فهمت عليك. وشو طبيعة هالحلقة يا ترى؟ بدي هاجم القطاع التجاري بالبلد وبدي اتعرض لقانون الاستثمار رقم 10. اي والله بتعمل زينة العيل. وينك استاذ؟ لا تهون مع حدا ابدا ها، وكلمة الحق لازم تنقال ولو على قطع رقبتك. روح الله ياخذ بيدك وينصرك على كل عداك. امين يا رب.